ديب هل تم الرد؟ احتمال بكرة يترد عليه زي ما نعرفنا انه ينظر بكرة ومنتظر رد كابتن فاروق يعني. تتوقعه ايه يعني؟ في كلام ان الامور تنزل لثلاث شهور. والله لسه ما نعرفش بس هي يعني كان الامر متعسف جدا يعني، وان ملهوش اي سند قانوني في اللائحة كثمان شهور، حتى الثمان شهور الموجودة في اللائحة دي تقتصر على ضرب الحكم أو أحد المسؤولين، ضرب مش حتى دفع أو حاجة، ضرب. طبعا كانش فيه الكلام ده يعني. أنا شايف لا ما كانش فيه، حتى الكابتن المهندس أحمد مجاهد، كابتن أحمد مجاهد لما طلع في التلفزيون قال لك أنا ما حدش شتمني، فبالتالي ده دليل، ده الفيديو ده يخليش كمان يطلع براءة على طول. فالأمر أعتقد يعني كان فيه تسرع، واعتقد الكابتن او المهندس احمد مجاهد لاحظ كده، عشان كده وقف موضوع اظهار العقوبه وهتدرس ونشوف بكره لكل حادث حديث كابتن. طيب اخر سؤال مع حضرتك خاص بنادي الزمالك اللي في الامارات، يعني ايه الفكره؟ واشمعنى نادي الزمالك؟ والله انا اقول لحضرتك ده انا يعني من وجهه نظري ده امر جيد جدا يعني. احنا بنسعى في مصر انتشار نادي الزمالك، ويمكن احنا عملنا بروتوكول مع ايرو سبورت قريب ما بين رئيس مجلس اداره ايرو سبورت اللي هو النادي التابع لطيران المدني، وزاره الطيران المدني، وبمباركه الوزير. وبالتالي احنا بنسعى لعمليه انتشار اكثر لنادي الزمالك. جات الفكره من احد رجال الاعمال اللي موجودين في الامارات، وهو مصري، ايه رايكم نعمل نادي او فريق، مش نادي، فريق لنادي الزمالك لكره القدم. فرحبنا بالامر، وفي هناك لسه ان شاء الله هتبقى نفس التجربه، احنا منتظرين نشوف اثرها ايه، وهناك نيه لاكثر من بلد يعني. يعني زي ايه؟ طيب هل حد يعني الامارات مثلا دي كده في مثلا ممكن بحرين في الطريق والامور دي جيده لاي نادي مصري يعني. طبعا هو عمليه الانتشار عمليه الانتشار وبرضه لانك انت وهي عمليه اقتصاديه ايضا يعني. صحيح يعني. صحيح. هل يعني في اكاديميه خاصه بنادي الزمالك دلوقتي هناك ولا مفيش؟ لا مفيش، ما رخصناش لاي حد هناك. يمكن قريب نرخص في البحرين، وده بيتم قريب جدا ان احنا هنعمل فرع نادي الزمالك في احد محافظات مصر برضو. المشروع ده بيتم دراسته جيدا، دراسه اقتصاديه وفنيه، فان شاء الله كل الامور دي احد اوجه الموارد يا كابتن فاروق في ظل ارتفاع الصرف الكبير. فاحنا بنشوف اي طرق جديده خارج الصندوق وبنحاول نستثمرها يعني. وبرضه في اكاديميات، في مشروع اكاديميات لمستوى محافظات مصر وحاطين لها عقود، وهنبتدي ننشرها او نطرحها للي عاوز يعمل اكاديميه، بيجي يعمل تعاقد مع النادي بمبالغ معينه، ولسه واخدين موافقه مجلس اداره النهارده في هذا الموضوع. طيب برضه معلش بقى انا اخر سؤال استاذ حسين، معلش هل في تجهيزات للاعلان عن صفقات جديده النادي الزمالك قادمه؟ والله في فاضل 9 ايام، فانا بقول لحضرتك للتجهيز يعني. اقول لحضرتك هي بالفعل صدقني يا كابتن فاروق ان الملف ده كله مع كابتن حسين لبيب وكابتن حسين السيد، وما بيقولناش اي حاجه الا لما بيتم يعني. احنا موضوع عمر كمال بالفعل احنا قبل ما يجي تم الادفاع على كذا 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 امام المجلس، وهم اعتقد فيه، بس انا بالفعل ما عنديش خبر بيها لان هم يعني كاتمين جدا يعني. مفهوم. كابتن حسين حسين انا بشكر حضرتك. كابتن حسين بقى بشكرك وجودك معانا، كابتن حسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك.